أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج مراسلون. بسبب التطور في صناعة الزيت توقفت هذه المعصرة عن العمل. في هذا المكان التقت الحضارات على مدار 3000 عام. عمل الفنان العكاوي وليد القشاش على تحويل أزقتها إلى متحف للأعمال الفنية. كانت وما زالت الحارة الفلسطينية ملتقى يجمع الناس. إن شاء الله إنه ننجح، لأولادي كثير كثير حبوا الإشي. عرض مهم جداً بيأكد على امتداد الفن عبر الأجيال.